النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء صيفية معتدلة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي تستمر الأجواء المعتدلة نهارا، لكن تصبح الأجواء مائلة البرودة إلى باردة نسبيا خلال ساعات الليل، تستدعي لبس معاطف خفيفة أثناء الخروج من المنزل. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلوع عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، وبالتالي سالت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث الآن عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، يتحول الطقس ليصبح مائل البرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل. يوم الأربعاء لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، يستمر الطقس صيفي معتدل خاصة في القطاع الغربي من المملكة، بينما تكون درجة الحرارة مرتفعة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الجنوبية وأيضا المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. خلال ساعة الليل تعود وتنخفض درجة الحرارة، تسود أجواء مائلة البرودة إلى باردة نسبيا، تستدعي لبس ملابس أو تستدعي لبس معاطف خفيفة أثناء الخروج من المنزل. يومي الخميس والجمعة أي خلال نهاية الأسبوع وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع أن ترتفع قليلا درجة الحرارة، لكن تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مائلة البرودة إلى باردة نسبيا، 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوس 16، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية نشطة أو معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء طقس صيفي معتدل، 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، ليلا تنخفض ل 14 درجة مئوية مع أجواء رطبة بشكل عام. يوم الخميس ترتفع قليلا لكن تبقى أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، 27 درجة مئوية كحرارة عظمى، ليلا تنخفض ل 16 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الرطبة وتشكل لبعض الضباب الخفيف في بعض المناطق. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لكن تستمر أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام بقليل، 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية. نبدأها بالمنطقة الشمالية حيث تنشط الرياح وبالتالي هناك بعض الأتربة والغبار في الأجواء. طقس معتدل بشكل عام، المفرق 28 إلى 15، إربد 26 إلى 17، الجرش 27 إلى 17، وعجلون 25 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى الزرقاء، أيضا رياح نشطة مع أتربة مثارة 28 إلى 16 درجة مئوية، البلقاء 26 إلى 16، العاصمة عمان 25 إلى 14، مأدبة 26 إلى 15، والبحر الميت 33 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 25 إلى 14، نفس الحرارة والأجواء في الطفيلة، معان 29 إلى 16، الشوبك 23 إلى 11، والعقبة 36 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأزرق 32 إلى 16، الصفاوي 32 إلى 15، ورويشد 36 إلى 16 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، استمتعوا بهذه الأجواء وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.